السفير الروسي السابق لدى قطر فلاديمير تيتورينكو يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الاعتداء عليه في مطار الدوحة عام 2011. تحول الأمر إلى محاولة لانتزاع البريد الدبلوماسي بالعنف من خلال هجوم فاضح على السفير الروسي داخل أراضي قطر. عمليا كان يتعالى من الدوحة من مركز دعم الإرهابيين صوت سفير روسيا مدينا هذا الإرهاب الدولي. يبدو أن هذا لم يكن مناسبا لهم أبدا. السفير الروسي كشف خفايا الحكم في الدوحة. القرضاوي يعطي تعليمات إلى قيادة قطر حول كيفية التصرف، علما بأنه كان يقول إن الشعوب ستطيح في المرحلة القادمة بالحكام القطريين أنفسهم. تيتورينكو فضح أيضا دور قطر في تدمير الدول العربية. ذكر حمد بن جاسم أيضا لعبنا دورا كبيرا في تدمير مصر وليبيا وسوريا واليمن.